وللحصول على المزيد من المعلومات بالنسبة لهذه الغارات التي تستهدف جنوب لبنان في أكثر من منطقة، ينضم إلينا من لبنان مراسل الحدث الزميل محمود شكر. محمود صباح الخير، أهلا بك معنا. كما نتابع من هذه الصور فيديو لغارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة أبو الأسود الزهراني جنوب لبنان، ما هي المعلومات الأوفى لديك؟ طبيعة هذه المنطقة، هل من معلومات حول أضرار؟ نعم، بداية لابد من الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي في العمق اللبناني، بمعنى إلى أنها بعيدة عن خطوط المواجهة وعن بلدات الجبهة، وأيضا هي بعيدة عن القرى التي كانت تستهدف في الفترات الماضية. في الجزء الثاني هي أتت على طريق الساحل بالقرب من عدنون، وهي أيضا البلدة التي تربط صور بمدينة صيدا، وأيضا أتت على الطريق العام الذي يرتاده في هذا التوقيت الآلاف من المواطنين الجنوبيين ذهابا وإيابا. النقطة الثالثة وهي الأهم، إلى أن هذه السيارة تضاربت بشأنها الروايات، بين من يقول إلى أنها كانت مركونة داخل بستان، وبين من يقول إلى أنها على جانب الطريق، ولكن الذي لا يمكن النقاش فيه إلى أن الدفاع المدني قام برفع وسحب جثمان لشخص قضى داخل هذه السيارة، مما يدلل إلى سقوط ضحية عمل السيارات. أو عملية اغتيال جديدة محمود، نستطيع القول بأنها ربما عملية اغتيال جديدة كما تعودنا في الأونة الأخيرة؟ هي عملية اغتيال على طبيعتها بالملابسات التي رافقتها. عندما نتحدث عن سيارة ونتحدث عن أشخاص داخل هذه السيارة، تكون هي عمليات اقتناص على طريق على طريقة الاغتيال. سنذهب سريعا لمعرفة من هي الشخصية أو الشخص الذي كان في هذه السيارة، ولكن عادة في الفترات الماضية كانت عمليات الاستهداف القنص لأشخاص بسيارات، إن كان في البلدات الجنوبية أو أيضا في المناطق بعيدة نسبيا عن الجبهة، ذات أهداف وأثمان عالية، بمعنى إلا أنهم يعملون ضمن أطر تنظيمية على الأرض، بغض النظر عن هوية هذه الشخصية التي لم نتوصل إلى معرفتها حتى هذا التوقيت. ولكن لابد من الإشارة، وهذه مسألة بغاية الأهمية، إلى أن السخونة كانت سيد الموقف حتى ساعات الصباح الأولى. سلسلة من الغارات بدأها الطيران الإسرائيلي ليلا، وتحديدا مع الساعة تقريبا 12:30 والواحدة ليلا إلى بلدة يارون، ثم بعد ذلك تنقل إلى المحمودية، إلى العيشية، إلى إقليم التفاح. الطيران الحربي الإسرائيلي لم يهدأ حتى طيلة ساعات الفجر وهو ينفذ غارة من هنا من منطقة إلى منطقة أخرى. هذا كما ذكرت محمود جديد التصعيد على الجبهة الجنوبية مع لبنان، هل هناك أي ردود فعل من قبل الحزب؟ هل نتوقع ربما رد لهذه الضربات من خلال سلسلة من الاغتيالات تنفذها إسرائيل بواسطة طائراتها المسيرة؟ نعم، المسألة هي فعل وردة فعل تجري على الجبهة. كنا بالأمس عصرا أو عند ساعات الغروب كان هنالك عمليات ساخنة قام بها الحزب، عشرات من صواريخ الكاتيوشا التي انطلقت من قطاعات متعددة، بالإضافة إلى عدد كبير من المسيرات، وباتجاه قيادة المشاة الثالثة التابعة للفرقة 91 منطقة الجليل الأعلى. عندما نتحدث عن قيادة فرقة، عن قيادة للواء، تختلف الأمر بالنسبة للإسرائيلي. وأيضا تحدثت الإعلام إلى كان هنالك هذه الصواريخ أصابت عدة قواعد عسكرية لها بعدها على المستوى القيادي. غارات الليل الإسرائيلية جاءت ردا على هذه العملية. الآن عملية أيضا
الاغتيال في هذه المنطقة بعدون على طريق الساحل بطبيعة الحال هي أيضا تأتي بطبيعة هذا الفعل ورد الفعل، حتى إلى أننا في الفترات الأخيرة كان إن كان الإعلام الإسرائيلي يخرج يتحدث ويقول إلى أننا استهدفنا شخصية أو استهدفنا قيادة، هو يقوم يلقى على عاتقه عمليات إطلاق الصواريخ أو يلقى على عاتقه عمليات عسكرية في جنوب لبنان. لذلك هي سلسلة متواصلة مع بعضها البعض على المستويين العسكري والميداني على الأرض، كلما سخنت من طرف تسخن في الطرف الآخر، يأتي أيام تهدأ ثم بعد ذلك تسخن. هذه السخونة والشدة في المواجهات العسكرية برأي الخبراء سيبقى مرتبطا ما دامت الأمور في غزة لم تهدأ. نعم. كما تفضلت وذكرت يعني محمود، وبعد 6 أشهر على المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، لا تزال جبهة جنوب لبنان مفتوحة ربما على كل الاحتمالات، خاصة وأننا نشهد تصاعد للعمليات العسكرية الإسرائيلية على جنوب لبنان من خلال هذه الغارات والاستهدافات واغتيال قياديين من الحزب، قياديين مسؤولين عن هذه الجبهة، وإلى أي مدى هذا ربما قد يرفع أيضا سقف التهديدات؟ هذه مسألة بغاية الأهمية وبغاية الخطورة، لأننا إذا أخذنا ماذا يجري في الإعلام اللبناني وماذا يجري في الصالونات المغلقة، هنالك كلام وهو على مستوى عالي من الجدية واختلف عن الكلام الذي كان يجري في الفترات الماضية، مفاده إلى أن الإسرائيلي برلغ عبر قنوات دولية بعض الشخصيات الأساسية وتحديدا رئاسة الحكومة اللبنانية، وأيضا بلغ بعض القيادات العسكرية على مستوى الصف الأول إلى أنه هنالك سلة متكاملة من الشروط الإسرائيلي يطالب بها، أهمها عملية انسحاب حزب الله بعمق 7 كيلومتر على الشريط الحدودي، وإلا سيكون هنالك نوع ما من ضربات جوية وأيضا جولة جديدة لربما هي تكون أكثر أو أوسع بالأهداف وأيضا بالطريقة وباستعمال الإسرائيلي أو بدخله بأكبر عدد ممكن من الطيارات، حتى أن البعض بدأ يقول هل أن هنالك من اجتياح أو غير اجتياح. هذه المسألة هي مطروحة في بيروت ومطروحة أيضا عن كل الساسة وأيضا مطروحة في وسائل الإعلام، ومن يقرأ التحاليل التي تخرج في الإعلام اللبناني أو أيضا المقابلات الصحفية تدلل على أنه هذا الجو هو سيأتي في المنطقة، ولكن كل ذلك هو مربوط بالذي يجري في غزة. فعندما يكون هنالك، إذا توصل الطرفان في غزة إلى وقف إطلاق نار بحسب المعلومات عند حزب الله التي أشار بها، هو هذه الجبهة هي جبهة إسنان وليست جبهة حرب من بدايتها، بمعنى إلى أنها لا تريد أن تفتح حرب مع إسرائيل، هي تريد أن تساند غزة. لذلك أي وقف إطلاق نار سيذهب مباشرة إلى وقف إطلاق نار إلى جنوبه. ولكن هل أن الإسرائيلي هذه المسألة بالذات هو قال إلا أن هذه الجبهة مفصولة، هو يريد ضمانات، أهم هذه الضمانات نتحدث عن 120 إلى 150 مستوطنا تركوا المستوطنات، كيف سيعودون إليها؟ ما هي الضمانات لهذه العودة؟ هل أن العمليات العسكرية لن تعود على الحدود؟ كيف سيكون تطبيق القرار 1701؟ كيف سيكون عمل اليونيفيل على جنوب لبنان؟ هل أن الجيش اللبناني عنده القدرة من جديد على ضبط إيقاع هذه الحدود؟ كيف أن الدول الأوروبية وتحديدا فرنسا بعد زيارة رئيس الحكومة وقائد الجيش ستكون لها باع طويل في تسليح الجيش من جديد وتقديم المعونة المادية واللوجستية والعسكرية على الأرض؟ مسألة بغاية التعقيد وليس بسهولة بسيطة. نعم. أيضا يعني محمود، أود أن أستوضح منك يعني ما شهدته المنطقة في الجنوب، هل كان هناك غارتين أم غارة واحدة وأدت إلى مقتل شخص؟ هذه الغارة استهدفت سيارة في منطقة أبو الأسود الزهراني جنوب لبنان، هل كان هناك مسيرة واحدة أو أكثر في أكثر من منطقة؟ بالنسبة إلى المسيرات هي من ساعات الفجر لم تبارح المنطقة، المعلومات الأمنية التي كانت بحوزتنا إلى أنه كان هنالك
عدد من الطائرات وتحديدا فوق عدون وتحديدا أيضا فوق النبطية. المعلومات التي وصلنا إليها هي أحدى السيارات على طريق أبي الأسود بين بلدتي عدون ومفرق بلدة إسرائيلي، هذه المعلومة الأساسية. وأيضا هي تقريبا حصلت مع الساعة تقريبا ما بين الساعة 7:42 دقيقة كانت الضربة، وكان نعم. قد سبق ذلك كما ذكرت معك تحليق نعم. مكثف للإمكار وتحديدا فوق مدينة صور. الأوتوستراد الذي أشرت إليه هو على الطريق العام يربط صور بفيضة، وأيضا كان قبل ذلك نعم 11 دقيقة في المطلة هنالك إطلاق صواريخ قام بها حزب الله باتجاه هذه المستوطنة، بالإضافة أيضا إلى الغارات التي أشرت إليك بها وهي 3 غارات على جبل أبو راشد في مرتفعات الجبور مع الساعة 1:15 1:12 كان هنالك بجبل الريحان أيضا غارة بالمحمودية والعيشية. على سبيل ذكر العيشية لابد من الذكر إلى أن هذه البلدة كانت ما قبل الأمس هي نقطة الارتكاز صفر لقواعد صواريخ أرض جو، حيث أسقط حزب الله طائرة الهيرمس 450 عاد الطيران الإسرائيلي واستهدفها بالأمس وعاد واستهدفها أيضا فجرا، وكانت أيضا الغارة في بلدة يارون وهي من أعنف الغارات على 3 دفعات تقريبا، قام الطيران الحربي بإلقاء 3 صواريخ كبيرة لربما أيضا ليس صواريخ لربما هي خزانات على مستوى طن ما فوق، لأن المنطقة اشتعلت والغميض مر على 10 كيلومترات تقريبا بالمنطقة. وعليه هي ما حصل صباحا يأتي في إطار هذا التسلسل الساخن، وهذا التسلسل الساخن يأتي أيضا في إطار الساعة 7 لرشقات صواريخ الجراد. نعم نعم.